ولو أقدم اللي أقدمه كله والله أني ما أقدر أسوي يعني أو أرد لك من جميلك شيء. أنا والله أني مخطئ، أقسم بالله العظيم والله أني مخطئ وأنه ما لي عذر، لكن سامحيني. شباب لو تستريحون بس، خلوه استريح يا عبد الرحمن، استريح يا الله يرحم أمك يا ركان من ملهي. والسادة المشاهدين الآن يشاهدون دعواتكم لأم ركان بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. من حقه يتأثر، وأعتقد أنه كل قلب سيتأثر، جميع تأثر وأمهاتهم على قيد الحياة، فما بالك من يتأثر وأمه فقدها. حتى لو كان القلب حجر راح يتأثر أكيد، من غير الأم في قلب كل إنسان عظيمة. أعتقد ما في أحد في العالم هذه كلها إلا ما في أحد في العالم رقم واحد في حياة أي إنسان إلا الأم. الأم شيء عظيم، وكثير من الناس لا يستطيع أن يعبر لما يتكلم عن أمه. هذا ليس تصنع، هذا ليس كلام بس الواحد يخرجه بس عشان تعبئة فراغات، لا، لكن هذه حقيقة. وكل حملة نقيمها تجاه الأم نجد مشاعر، نجد أحاسيس، نجد دموع صادقة، لأن الأم حاجة كبيرة في قلب كل ابن أو بنت.